الصعيد مستهدف رئيسي عندنا للتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولبرامجنا في الحماية الاجتماعية ولبرامجنا في التمكين للمرأة خصوصا وللفقراء بشكل عام. وبرضه هو نقطة مشروعنا الطموح جدا اللي احنا مصرين عليه كما يصر أولي العزم على بعض الأهداف كده بالبشارة وبالمال اللي هو ايه؟ الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية انتاجها اغلى، نعم محتاجة تكنولوجيا جديدة وتتطور، ايوة عاوزة تمويل ضخم، عارفين ودارسين. لكن انا بقول لكم بالاضافة اللي قاله استاذنا الدكتور بهي عن نسبة مكون الطاقة الجديدة والمتجددة اللي مش هيزيد عن 16% شمس ورياح في نهاية الفترة، انا بقول كمصري عندي حلم، انا واثق الشمس واحنا اكتر بلد فيها سطوع في العالم، الشمس هتدي لمصر اللي اداه البترول للكويت والسعودية، ولازم نصر على هذا الخط ونأسس بنية علمية وتقنية وفي الخبرات وفي المشروعات دي عشان مصر في يوم من الأيام تبقى أكبر منتج طاقة شمسية وتصدره لأوروبا وهيدفعونا في تأسيس الشركات وفي استهلاك الإنتاج الاثنين. طب هنعمل فين محطات المزارع الهائلة للطاقة الشمسية؟ أنا ما بتكلمش عن الطاقة المنزلية دلوقتي اللي هي إنتاج الكثيف للطاقة الشمسية برضه في الصعيد. ومحافظات الصعيد كلها تتقسم من جديد، مش بس محافظات الصعيد، تقسيم جديد في إطار تطوير الإدارة في مصر للمحافظات بحيث نضمن أقاليم تنمية. كل إقليم يمكن أن يكون له قدرة على تنمية هائلة من موارده، وهنحسبها بطريقة دقيقة، موارد طبيعية وبشرية، والمحافظات بعض المحافظات هيتغير حدودها وبعض المحافظات هتلتئم مع بعض في إقليم تنموي واحد، وده ضرورة عشان لما نيجي نطبق الحكم المحلي. وبرجع أأكد جايز ده ما تقلش في العرض، تمكين الحكم المحلي وزيادة سلطاته وكفاءته وقدراته جزء جوهري في برنامجنا ومقاصدنا في دولة ناجحة، لأن دولة بحجم مصر بمئة مليون قريباً لن يمكن أن تدار على أسس من الكفاءة إلا بالتمكين للامركزية وسلطات جديدة للحكم المحلي. هنقسم محافظات، هنيجي بقى في الصعيد ناخد كده خط بالعرض بين محافظات الصعيد. كل محافظة في الصعيد دلوقتي متكتفة جنب النيل، هينتهي هذا الوضع، هتمتد شرقا المحافظة لحد ما توصل البحر الأحمر ويبقى لها ميناء وإمكانية مصايف وسياحة شاطئية، وتمتد غربا بظهير صحراوي أكبر حاجة هتتعمل فيه مزرعة هائلة للطاقة الشمسية، أفق لصناعة جديدة.